مقال افتتاحي لتأليف ودراماتورجيا وإخراج الدكتور محمد زيطان يعني حاول مقاربة أو وضع يعني أو تسليط الضوء على العلاقة بين السياسي والصحفي واللي هي موجودة في مختلف المجتمعات ليس ضرورة في المغرب، وهذا من خلال شخصيتين اللي هي حمزة العرفاوي اللي شخصتها، وكذلك شخصية فريدة اللي كانت داخل العمل يعني طالبة جامعية التحقت بحمزة العرفاوي بالجامعة وساحة الحلقات وكيف كانت مبهورة يعني بالدفعات ديالو، كيفاش كان كيتناول الكلمة، كيفاش كان يقف المتحلقين أو الدائرين بالحلقة مبهورين بالكلام ديالو بالقوة الإقناع ديالو بالأفكار اللي كان كيحمل. فهاد العلاقة غضع من بعد ما يعني حاد هاد شخصية حمزة العرفاوي عن الخط اللي كانوا غاديين عليه يعني بالأفكار والمبادئ اللي كانوا حاملين، بحكم أنه عاش واحد التجربة صعبة جدا، تجربة صعبة وهي أنه وفاة الوالدة ديالو بسبب قصوره عن أنه يوفر تكلفة العلاج ديالها، لأنه في أحد المشاهد كان كيتبان هي اللحظة اللي كيبكي فيها أنه كيقول بأنه كان بعد مرحلة الاعتقال اللي أدينها الاعتقال والاستجواب، وكتبين يعني هذا التغير من شخص يتحمل تأديب في الاعتقال دفاعا عن المبادئ وعن رفقاء ديالو في الحزب أو في التوجه السياسي ديالو أو لفن، وكيفاش أنه كيقلب كل شيء بعد واحد لحظة ضعف بسبب مرض ديال الوالدة ديالو اللي كيقول بأنه مثلا باش نوضعك في الصورة باش من دون إطالة أنه كيقول له يعني كان بإمكانه أن يستمر في الاعتقال كمناضل حقيقي مستغلا التجربة لصالحي منتفخا كالطاووس، لكني تذكرت أمي كانت تتعذب، يفتك بها مرض خطير، كانت تتلاشى كغيمة عابرة، فقررت أن أناضل بطريقة مخالفة. بعد ما أنه لجأ أو بحث في رأسي فلم يجد غير بقايا كتب وشعارات ووجوه مناضلين، سألهم المال فقد تكلفة علاج والدته، لكنهم ظلوا صامتين، بقايا وجوه عالقة في الذاكرة وفي التاريخ. ماتت أمي، وكي صرخ وهنا كان حسوا بأنه تقلب، أي كيقول بأنه فقررت أن أناضل بطريقة خالفة، اشتغل في ورش للبناء حتى مات هو أيضا، يعني من سياسي عنده مبادئ عنده توجه معين فكيشتغل في ورش للبناء دون الإساءة للناس اللي كيشتغلوا في البناء، لأنه بناء فهي مهنة شريفة جدا، لكن هو هي مجازية يعني باش يبين بأنه يتسلق المبنى العملاق الذي كاد أن يكتمل، يتسلق أو جثة ديالو صار يعني دون روح، جثته فقط تتسلق ذاك المبنى العملاق وكيقلب الفيسة وكيتبدل مع المواقف مع من أجل يعني مصلحة شخصية، من أجل أن لا تعاد تجربة أنه ما عندوش كيفاش يداوي الأم ديالو. مسرحية مقام افتتاحي للدكتور محمد زيطان اللي قام بالكتابة ديالها وكذلك الإعداد اللي باش تكون خشبة، وقام بالإخراج ديالها مع سلة من الممثلين هشام بهدول، حنان خالدي، حسن المومني، وعبد ربه. هذه المسرحية اللي تقدم
موضوع ديال واحد الرجل كان في ان مضى يساري مناضل يعني كيقوم بنضالات ولكن دازت السنين وكان هو قبل اثر في مجموعه من الطلبه والطالبات بما فيها الشخصيه المحوريه شخصيه الصحفي اللي كتقديها اسلام بني. هاد التحول اللي وقع على هاد المناضل اليسار اللي كانت عنده مبادئ وكيطرح المبادئ وما الى ذلك حتى لقينا انه ولا رجل اعمال مقاول داخل في اللعبه السياسيه كيترشح للانتخابات وما الى ذلك. والاحداث ديال هاد القصه ديال هاد الشخص كتدور في واحد المقهى في طرف المدينه من خلالها يعني هذا الفضاء اللي كي يعني العامل المقهى النادل هو اللي كيبقى لك كيسير هذه الاحداث باش كتروى بهذا الطريقه اللي شافها محمد زيطان وقدمناها للجمهور في عده مدن مغربيه. وحنا دابا في اطار جولات دعم الجولات لوزاره الثقافه وان شاء الله نقدموا غدا وبعد غد هذا العرض وكنقولوا عيد مبارك للجميع وكنتمنى لكم التوفيق. اليوم شاهدتوا مسرحيه مقهى الافتتاحي، مسرحيه مدعمه الشباب والثقافه والتواصل، وحنا الان بصدد قيام يعني واحد الجوله وطنيه. مسرحيه مقهى الافتتاحي هي في الاصل يعني مسرحيه نشرتها ثلاث سنوات، والانتاج ديالها هو انتاج يعني هدف كان الدور والامكانيات ديالنا في فرقه مسرح الحوار، واشتغلنا في هذا الاطار مع مجموعه من الفنانين اللي انا شخصيا كنعتز بهم وانهم شكلوا اضافه نوعيه حنان خالدي. والمسرحيه عموما ما شاهدتو شرح لنا واحد الموضوعيه العلاقه بين الجسد والصحافه وبين الصحافه بصفه عامه، وهنا طبعا كاين تقاطعات كاين مجموعه التقاطعات كذلك فيها جوانب ايجابيه وفيها واحد الجانب اللي ربما هو بشكل ما منطلق اللي اسسنا على الرؤيه الفنيه في هذا العمل. وكذلك المسرحيه يعني مسرح مجموعه من الاسئله احنا كنحاولوا ما كنقدموش اجوبه مباشره انما كنخليوها اجوبه اسئله منفتحه باش ترجموا من خارج معنا السلبيات وعن الهواجس شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.